معرض الكتاب لهذه السنة ازدهر باسم زايد الله يرحمه، زايد في قلوبنا ونشأنا على حبه وننشئ عيالنا على حبه. وهذا المعرض أرض خصبة لجميع الفئات العمرية، سواء الأطفال سواء الشباب سواء الكبار السن، لكل من يريد ينمي ثقافته بالحضور المعرض، وكذلك الاطلاع على جميع المناهج وجميع الكتب. فالأطفال حيزهم من المكتبات الخاصة فيهم اللي تنمي قدراتهم وتنمي الذكاء عندهم، وكذلك الكبار في السن أو الشباب لهم كذلك مناهج خاصة وكتب خاصة بهم في جميع المجالات،